وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. أنا موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق التقديم وياكم. وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وبرنامجكم برنامج ساعة شهية على قناتكم الجميلة قناة الصحة والجمال. يوم جميل ويوم سعيد عليكم، وحلقة ممتازة النهاردة ورائعة. ليه؟ عشان هنعمل فيها حاجات بسيطة وسهلة ومعلومات قيمة لست الكل. النهاردة معانا ثلاث حاجات خفاف وبساط وجمال جدا 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 هيعجبوا حضرتك يا ست الكل. النهاردة معانا شاورما هنعملها بنفس طريقة المحلات كأنك بتاكلي شاورما سيخ طبق الأصل. وحاجة تانية هنعمل مكمور البتنجان وهنشوف ازاي هي حاجة لبناني، ولكن زي ما احنا بنعمل المسقعة بتاعتنا هنشوف في وقتها وهنشوف هتتعمل ازاي معاكم. والنهاردة معانا كنافة مفروكة ونشوف هتتعمل ازاي. ونبدأ بأول أكلة معانا النهاردة وهي شاورمة اللحمة. ننزل بالمقادير يا أستاذ هيثم يا جميل. المقادير خفيفة وبسيطة، عبارة عن إيه يا شيف؟ عبارة عن نص كيلو لحمة بفتيك وسبع بهارات وبصلة صغيرة وخمس فصوص ثوم. أنا قلت المقادير كده بسرعة، ولكن هتنزل على الشاشة أمام حضراتكم دلوقتي وهنعيدها تاني ونشوف هنعمل إيه. والمقادير نزلت أمام حضراتكم على الشاشة يا جماعة، وإحنا معانا نص كيلو لحم بفتيك، نص كيلو لحم بفتيك، وعندنا السبع بهارات. ايه هم السبع بهارات يا شيف؟ عندنا فلفل اسمر وكزبرة وكركم وكاري وملح وكمون وبابريكا، دي السبع بهارات. مقاديرها ايه يا شيف؟ كل المقادير متساوية، نص معلقة الا الكركم ربع معلقة. كل المقادير بتاعتنا متساوية، نص معلقة الا الكركم ربع معلقة. ومعانا تقريبا بصلة متوسطة الحجم او بصلتين صغيرتين، ومعانا خمس فصوص ثوم، ومعانا نص كيلو اللحم البفتيك. هتعمل ايه بسرعة يا شيف؟ ورينا. انت بتقول هنعملها زي شاورما السيخ زي المحلات بالظبط، وانا معاكم واحدة واحدة. انا معايا الخلاط بتاعي مجهزه اهو. اول حاجة هتعمل ايه يا شيف؟ هروح ناحية الخلاط واقول اهو ادي الثوم انا مقطعه والبصل، احطه كده في الخلاط. ايه ده يا شيف؟ ايه الحركات دي؟ حاجات بسيطة وسهلة جدا. وهحط معاه شوية مية واضرب الثوم والبصل عشان احصل على مية اهو. شايفين كده؟ حاجة بسيطة كده، واحدة واحدة كده وانا شغال، واحدة واحدة يا جماعة وانا شغال كده. حاضر يا حبيبي، اهو اجيب لك البهارات هنا عشان تورينا الخلاط اهو. شايفين انا كده قفلت؟ واحده واحده كده وانا شغال، لما اتاكد ان البصل اتضرب مع التوم. تمام كده، اداني ميه كده جميله، بصل وتوم وميه اهو. وباخد البهارات بتاعتي كلها اهي، شايفين؟ ولا اسهل من كده يا جماعه. تمام، انا ماشي واحده واحده وشغال. وديها ضربه تانية عشان نقول وفي مطبخنا هنتعلم اهو. تمام، شايفين اللون اتغير ازاي؟ هي دي تتبيله الشاورما يا جماعه، بس بتقعد يقارب مثلا نصف ساعه، نصف ساعه في الثلاجه، لان الحاجه لما بتقعد بتتبيلتها في حاجه ساقعه يعني بروده كده بتبقى جميله وبتدينا طعم وتست عالي قوي اهو. هاخد كده حاجه زجاجيه كبيره، اي وعاء عندي كبير اهو. تمام، واحط فيه التتبيله بتاعتي اهي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اجيب معلقه كده واتاكد ان الماده بتاعتي والتتبيله بتاعتي كلها نزلت يا جماعه اهو. ميه والسبع بهارات اللي احنا قلناهم، ايه هم السبع بهارات؟ فلفل اسمر وملح وكمون وكاري وكزبره وفلفل اسمر اهو.
كله بمقادير متساويه، نص معلقه الا الكركم يا جماعه، ربع معلقه اهو. تمام كده، مية مية انا شغال. اخلي ده هنا كده تمام عشان هحتاج المعلقه تاني. امسك كده لحم البفتيك اهو، الشرايح اللي عندي انا منضفها وغسلها تمام التمام، احط كده واحده واحده واجيب من الماده دي. خلي دي هنا كده جنبي اهي. طب يا شيف انت هتعمل ايه؟ انا هوريك يا ستي الكل انا هعمل ايه. حاجه بسيطه وسهله جدا اهو وهتعجب حضرتك اهي، شايفين اهي، واحده واحده كده واحنا شغالين وبنقول الدنيا حلوه وزي الفل النهارده عشان حبيبنا الاستاذ ولي مشرفنا النهارده في الاستوديو بيتفرج علينا. ابو شمس يا استاذ هيثم حبيبي اهو، شايفين تتبيله معانا كده واحده واحده اهو. تمام احنا كده شغالين واحده واحده وزي الفل اهو. طيب يا شيف انا جبت لحم البفتيك او غالي عليا، ممكن اعمل الطريقه دي باي لحم عندي؟ ممكن يا ستي الكل تعملي باي لحم عندك، ممكن تعملي بنفس الطريقه دي شاورمة الفراخ، تجيب صدور الدجاج وتقطعيها اهو. شايفين كده انت، شايف يا شيف عندك، شايفين يا شيف عندك لحمه كده متقطعه. ايه الحكايه، ايه الحكايه اللي انت هتعملها ديت؟ هوريك يا ست الكل، انا مقطع النص ومخلي النص ليه، هوريك اهو. ماشي بركن ده كله كده واجيبه كده على بعض كده تمام، واجيب اللحمه اللي انا مقطعها عندي دي كده تمام. اتخلص الاول كده وانضف مكاني اهو، واحده واحده كده يا جماعه واحنا شغالين. وخلي بالكم معانا احنا هنعمل ايه اهو، كده انا عملت كله في التتبيله. طيب المرحله الثانيه ايه بقى يا شيف؟ المرحله الثانيه يا ست الكل انت بتتبلي الشاورما كده تمام اهو، وكده احنا بنسيبها يا جماعه في ايه. انا كده خلصت التتبيل بتاعي، اخلع القلفص كده اهو تمام، واروح اجيب ايه بقى، اجيب حاجه كده حراريه اهو. ده يا جماعه كيس حراري، كيس حراري ليه؟ عشان هلف فيه اللحمه الشاورما بتاعتي. ليه بقى انت عملت كده يا شيف؟ عشان لما اجي استخدم الفويل اهو اللي هو ورق السلوفان بتاعنا، او انا عزلت السلوفان عن اللحمه مباشره. باخدها كده وبنمشي واحده واحده، والخطوات بسيطه وسهله، بجيب دي كده وبجيب دي كده وبحط دي كده. طيب انت هتعمل ايه؟ وريني هتعمل ايه يا شيف. عملنا كده اهو امام حضراتكم، مفيش حاجه بعيده تمام اهو. اجيب المسج بتاعي تمام، وهشتغل بقى كده اهو، هاخد قطعه قطعه احطها هنا كده وانا شغال اهو تمام. بفرد اللحمه المفروده كده اهي، واحده واحده كده تمام كده، واعملها زي الرول كاني بلف حاجه كده اهو، واحده غير التانيه كده. المفروده بنفردها واللي مش مفروده هنحطها في الاخر فوق، وهتشوفوا هي هتتلف ازاي امام حضراتكم اهو. ولا ابسط ولا اسهل من كده يا جماعه، بس خليكم متابعين برنامجنا، برنامج ساعه شهيه على قناتكم الجميله، قناه الصحه والجمال اهو. واحنا تحت امر حضراتكم يا جماعه في اي حاجه كده تمام اهو. الدنيا معانا حلوه وزي الفل، ونقول في مطبخنا هنتعلم اهو. انا بركن ده كده واجيب المعلقه اللي انا شغال بيها اهو، باخد باقي التتبيله يا جماعه بحطها وانا شغال، ودنيتنا حلوه وزي الفل اهو كده. الدنيا تمام وانا خلصت الشاورما بتاعتي، ولا اسهل من كده الشاورما في 3 4 دقائق من مطبخ ساعه شهيه على قناه الصحه والجمال. بلف كده اهو، اجيب ده كده تمام تمام، وبحاول اجيب ده كده اهو، باخده كده عشان اجمعه كده اهو. شايفين انا ماشي ازاي اهو، وبقفل من هنا كده وبمشي وانا ماشي كده اهو اهو. شايفين يا جماعه دنيتنا حلوه وزي الفل ازاي، ولا اسهل ولا ابسط من كده اهو. وبقفل من الجنب التاني. وهتعمل ايه يا شيف بعد كده اهو؟
شايفين انا عملت ايه؟ اهو مفيش اسهل من كده يا جماعه. اهو انا بنضف كده اهو تمام. لو عندي يا جماعه قالب زي ده، قالب زي ده هحطها فيه كده تمام. لو عندي قالب زي ده بحطها فيه كده، وبجيب ميه عشان هي كده هتخش الفرن اهو. الميه كده لحد نص، لحد نصها كده بتغطس في الميه يا جماعه. الميه دي هتفضل في الفرن معاها لحد ما تنشف، هي بتاخد نص ساعه او اكتر اهو. بخلي بس ايه الوجه كده تمام، وبولع الفرن يا جماعه. بشغل الفرن بتاعي وبفتح كده على درجة حرارة 200 أو يزيد مفيش مشاكل، وبسيبها لمدة نص ساعة أو أكتر أهو حسب ما تستوي معايا. المية ديت بتتبخر وبيفضل عندي الشاورما بتاعتي اللي زي المحلات وكده. نقول تمام ومية مية. وعايزين دلوقتي نطلع فاصل يا أستاذنا ونحضر للأكلة اللي بعد كده، وكده خلصنا الشاورما ومفيش أسهل من كده. وانتظرونا بعد الفاصل هنواصل، اوعوا تروحوا بعيد، احنا عندنا دايما الجديد. انتظروني بعد الفاصل. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده. انا موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم، نتعلم اكله جديده وطرق التقديم وياكم. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده. ساعه شهيه معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده. انا موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم، نتعلم اكله جديده وطرق التقديم وياكم. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده معاكم. ورجعنا بعد الفاصل نشوف ايه الجديد اللي عندنا. والجديد اللي عندنا النهارده يا جماعه مكمور البتنجان، من اكلات اللبنانيه الشهيره جدا، ولكن بالمصري يعتبر بالبلد كده بتاعنا المسقعه. ولكن المسقعه بنضيف عليها ايه؟ بنضيف عليها حاجات تانية، ممكن نضيف عليها لحمه مفرومه، ممكن نضيف عليها بطاطس، وبنضيف عليها فلفل، وبنضيف عليها حاجات تانية ممكن جزر. ولكن احنا النهارده بنمتاز وبنعمل المكمور بالطريقه اللبنانيه. تعالوا نقول مع بعض المسقعه اللبنانيه بتتعمل ازاي، وانزل يا استاذنا بالمقادير على الشاشه. وهي عباره عن ايه المسقعه او المكمور بتاعك يا شيف اللي انت بتقول عليه؟ ورينا كده هتعمل ايه. وانا مع حضراتكم دلوقتي ومعانا نص كيلو بتنجان مقلي، نص كيلو بتنجان رومي مقلي، ومعانا تقريبا 3 معالق صلصه او 4 معالق صلصه، ومعانا حبيتين طماطم مقطعين مكعبات، ومعانا نص معلقه كزبره جافه، ومعانا نص معلقه ملح، ومعانا نص معلقه كمون، ومعانا 4 معالق فلفل الوان احمر واصفر واخضر كله على بعضه كده، ومعانا 5 فصوص ثوم، ومعانا شبت اختياري تقريبا 4 او 5 معالق او 3 معالق ما تيسر لك يا ست الكل، الموجود عندك في البيت ولو مفيش مش مهم. وعندنا بصلتين كبار مفرومين. ونشوف هنعمل ايه يا جماعه، ونشوف هنعمل ايه يا جماعه مع بعض كده. وبنشغل النار بتاع ماشي. واحنا بنشوف كده نشوف معانا اتصال تليفوني. مرحبا يا استاذ كريم. الو الو، معاك يا استاذ كريم. ازيك يا شيفنا؟ الحمد لله يا حبيبي تمام. عامل ايه يا شيفنا؟ اخبارك يا استاذ كريم؟ والله يا شيفنا والله كلنا بنحبك حبيبي، كنا نحبك والله، وهتستغنى عنك خالص. الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يكرمك. امرني باي حاجه يا استاذ كريم، انت عايز اي حاجه نعملها؟ انا بس حاجه صعبه اقول لك، عايزين بس اتنين بس بكرمه بالبشاميل. حاضر عينيا، نعمل لك المكرونه بالبشاميل. ماشي يا حبيبي، تسلم يا استاذ كريم، واحنا في خدمه الساده المشاهدين يا جماعه. انا بقطع البصل كده تمام. طب يا شيف وانت شغال كده حاطط البصل في ميه ليه؟ زي ما احنا قلنا معلومه هامه لست الكل، بتحط البصل تقريبا تلت ساعه او ربع ساعه في ميه ساقعه عشان ما يسببش حرقان في العين اهو تمام كده. وبقطع حاجه بسيطه كده، نص البصل يا جماعه بقطعه كده صغير جدا،
والنص التاني بخليه حلقات جوليان اهو. تمام؟ انا عايز كده وعايز كده اهو، عشان نتعلم في مطبخ ساعة شهية لازم يكون عندنا حرفة في كل حاجة اهو، ونكون عندنا حب يا جماعة لمجال فن الطهي. انا كده قطعت البصل اللي عندي. طيب يا شيف، انت بتقول بتنجان مقلي. نعم، بتنجان مقلي. طب انت ما حطتش في المقادير بتاعتك زيت ليه؟ لان يا ست الكل انت قالية البتنجان وعايزين تاخدي معلقة او اتنين فقط اهو، معلقة او اتنين فقط من زيت البتنجان اللي انت قالياه بيه، عشان تكوني اقتصادية ونكون مع بعض اقتصاديين في مطبخنا. مطبخ بحط البصل كده نستناش لما الزيت يسخن، يسخن مع البصل اهو. تمام، والدنيا بتاعتنا ماشية حلوة وزي الفل اهي. تمام اهو كده يا جماعة، احنا كده شغالين واحدة واحدة، وبخلي المعلقة هنا عشان، وبجيب التوم بعد كده اهو. التوم معايا اهو، بجيبه واقطعه يا جماعة اهو. تمام، بوسع كده لنفسي وانا شغال اهو. واحدة واحدة كده يا جماعة، هنتعلم مع بعض، هنتعلم كل حاجة جديدة اهو. عايزه كده حتت كبيرة كده اهو. عيني حاضر يا استاذ هيثم، انت تؤمر يا حبيبي اللي انت عايزه اهو. منورني والله النهاردة يا استاذ هيثم، انت والاستاذ ولي ابو شمس. ايوه، اهم حاجة ابو شمس طبعا، انا مش سامع صوته ليه. وكده التوم يا جماعة بقطعه حتت كبيرة كده اهو، وبنزل معاه عشان يديني التست العالي. وكل حاجة انا مقطعها قبل الهوا عشان الوقت كده، وبنقلب وندردش مع بعض ونقول يا جماعة اكلاتنا بسيطة وسهلة في مطبخكم، مطبخ ساعة شهية اهو. تمام، احنا كده عملنا ايه؟ جبنا البتنجان قطعناه وقلناه في الزيت، وخدنا معلقتين من الزيت بتاع البتنجان اللي احنا قلينا فيه. تمام، ماشي الحال، ماشي الحال. هستنى كده دقيقة او دقيقتين وانا شغال لحد ما كده البصلة بس ايه تبدأ تدبل كده بس اهو، بس عاوزها تميل ايه ما تتحمرش قوي، يعني ما تبقاش صفرة قوي، يا دوب انها تدخل على اصفرار كده. واجي مدي البهارات بتاعتي اهو، اجهز كده. احنا قلنا عندنا كزبرة جافة، وعندنا كمون، وعندنا ملح. طيب ايه ميزة الطماطم يا شيف لوحدها وانت عندك صلصة؟ هقولك يا ست الكل ايه ميزة الطماطم. الطماطم احنا جهزنا صلصة، ممكن تبقى صلصة جافة تمام اللي جاية جاهزة، وممكن تبقى طماطم ومضروبة في الخلاط، بس انا بغليها شوية، حط عليها معلقتين ثلاثة زيت وبغليها عشان تكون الغليان بيعمل لها عملية طرد للمية اللي فيها، وتفضل معايا صلصة جافة كده وجميلة. ودي من ضمن المشاكل اللي بتعاني منها ست الكل. ايه هي المشاكل اللي بتعاني منها ست الكل يا جماعة؟ بتعاني ان بتقعد فترة طويلة جدا جدا تسبك الطماطم لحد ما يخرج منها المية بتاعتها، تتبخر منها. انا اقولك اولا خليها تغلي غلوة واحدة يا ست الكل، خليها تغلي غلوة واحدة، وبعد كده شيلي الغطا، وبعد كده شيلي الغطا من عليها وسيبيه تتبخر. بس اغليها قبل ما ترميها في البصل، اغليها غلوتين من غير اي حاجة، هتبقى معاكي زي الفل. وبعد كده حطي لها معلقتين زيت وقلبيها كأنك عندك صلصة، لكن صلصة بيتي، تبقى زي الفل اهو. كده تمام، كده تمام. اروح للملح اهو. تمام، الملح بتاعي، الكمون اهو. الكمون يا جماعة بيديني تيست عالي قوي مع الكزبرة لما بيخش على البصل كده والزيت اهو. بشيل ده كله كده، بوسع لمكاني عشان ابقى منظم في مطبخي وامتاز عن الاخرين اهو. شايفين الدنيا حلوة معايا يا جماعة وزي الفل ازاي، وبعمل حاجات بسيطة وسهلة، وبشتغل ببساطة جدا جدا في المطبخ عشان ست الكل تعرف تتابعنا وتعمل معانا كل الاكلات واحلى الوصفات من مطبخ ساعة شهية على قناة الصحة والجمال اهو. خدت ايه كده يا شيف؟ هتعمل ايه تاني؟ ايه المرحلة اللي جاية؟ استنوا عليا شوية عشان اطلع التيست بتاع
الكزبرة والكمون الجميل بتاعي اهو. تمام؟ هتعمل ايه يا شيف؟ ادي البتنجان. طب والصلصة؟ لا الصلصة يا جماعة جاهزة عندي، مش هتاخد وقت كده، انا عايز بس اشوح ده عشان يمتاز بالطعم بتاعنا الجميل اللي هو طعم الكزبرة والكمون اهو. وهو ده المكمور يا جماعة، كلها أسماء ولكن بجد هتلاقي ست الكل ممكن تكون عارفاها وبتعملها، وهي ما قرأتش عنها ولا شافتها، ولكن هي فننت وقالت أعمل كده بالطريقة ديت. تمام، ولكن هي بس مش عارفة الاسم أو غايب عنها الاسم. تمام كده؟ تمام كده أهو. شايفين؟ بجيب الصلصة بتاعتي أهو، تقريبا 4 معالق أو 3 معالق، بديهم شوية مية أهو. شايفين؟ واحدة واحدة. ازاي يا جماعة؟ والترتيب معانا مطلوب اهو. يا جماعة مش هتاخد كتير على النار، الصلصة جاهزة والبتنجان مقلي جاهز، ولكن هياخد حاجة كده سنة بسيطة، وهنشوف احنا هنعمل فيه ايه بعد كده. ده الشبت عندي، هياخد نصه يعني بص معلقة ونص كده او معلقتين، والباقي انا عايزه الوقت تاني. الشبت ده يا جماعة لما بيدخل على الصلصة والطماطم بيبقى طعمه جميل قوي، لما بيخش كده على السوا بياخد سخونة خاصة في المحشي يا جماعة، وما ينفعش محشي من غير شبت اهو. تمام اهو، احنا كده ماشيين واحدة واحدة، اسيبها كده اوطي النار عليها. هتوطي النار على ايه يا شيف؟ على المكمور بتاعي، درجة حرارة كده متوسطة. تمام، واحط الطماطم ومش اقلب. ليه؟ عشان تفضل محتفظة بلونها الجميل وطعمها الاخضر المميز. هي يا جماعة الطماطم من ضمن الخضروات اهو اهو. تمام تمام كده، الفلفل الالوان بتاعي، ومش اقلب بقى يا جماعه بعد كده الا لما اجي اغرف المكمور بتاعي اهو. كده ده المكمور انتهى معانا، ولا ابسط من كده يا جماعه اهوت، ومش اقلب، وامام حضراتكم اشتغلنا واحده واحده اهوت. وكده هنطلع لفاصل ونيجي بعد كده للمفروكه بتاعتنا يا جماعه، والشبت عايزه في الاخر ازين بيه كده. تمام، نسيبها لمده 5 دقايق 3 دقايق 4 دقايق ما تيسر لك يا ست الكل، لما تحس ان الدنيا معاكي حلوة وزي الفل. وبنقول انتظرونا بعد الفاصل، اوعوا تروحوا بعيد، احنا عندنا دايما الجديد. نلتقي بعد الفاصل. أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم، بتعب مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم، بتعلم أكلة جديدة وطرق تقديم وياكم. وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاك. ورجعنا بعد الفاصل يا جماعة، نشوف ايه الجديد اللي عندنا. واللي عندنا مفروكة الكنافة، وهي عبارة عن ايه يا شيف؟ عبارة عن 0.5 كيلو كنافة بس. هي يا جماعة بتتعمل بالكنافة البلدي، ولكن احنا هنعملها بأحدث شوية، بكنافة آلي، ونشوف هنعمل ايه فيها. عبارة عن ايه؟ عن 0.5 كيلو كنافة، 0.5 كيلو كنافة عادية جدا من بتاعتنا، كوب زبدة بلدي سايحة يا جماعة بدون ملح بدون ملح، عندنا كوب سكر، وعندنا 0.5 كوب فستق حلبي أخضر، وعندنا 0.5 كوب عسل نحل، وممكن أغير وأحط سكر بودرة بدل العسل النحل. طب هتعمل إيه يا شيف؟ هنشوف يا جماعة هنعمل إيه دلوقتي مع حضراتكم أهوت. بجيب حاجة كده وبقطع الكنافة يا جماعة كده، وتمام التمام. بس ايه؟ اغير يا جماعه السكينه عشان نبقى شغالين وعارفين احنا بنعمل ايه. اهي معايا كده واحده واحده، هجيب حته الكنافه كده، انا قلت اقطعها قدام الساده المشاهدين عشان نشوف احنا هنعمل ايه. ادي الكنافه يا جماعه واحده واحده كده بقطعها، بنقطعها
كده واحدة واحدة مع بعض، وبعد كده هتعمل ايه فيها يا شيف؟ بس استنوا عليا لما اقطع الكنافة امام حضراتكم. هي يا جماعة المفروض تعمل بكنافة بلدي، ولكن هنعملها بالكنافة الآلي الجميلة عشان يبقى غيرنا في نوعية. بجيبها كده حطها هنا كده في حاجة كده، واحدة واحدة كده يا جماعة واحنا ماشيين مع بعض هنعرف ايه الجديد في مطبخ ساعة شهية. كنافة هي زي ما انتوا شايفين، بدل ما اقعد بفرك بايدي واتعب ايد ستي الكل، لا بقول اقطعيها كده بالسكينة هي هتبقى مفروكة جاهزة. واحدة واحدة كده وانا شغال. وزي ما قلنا يا جماعة المطبخ مش شوية بهارات، المطبخ فن وحركات. اهو شايفين الحاجات السهلة والبسيطة، ممكن ست الكل وهي قاعدة في المطبخ تبتكر حاجة جديدة تكون محدش عملها قبل كده. ولكن انا اقولك لو ابتكرتي حاجة جديدة ما تسكتيش عليها ونفذي على طول. انا بقولك نفذي وجربي بحاجة سهلة وبسيطة وان شاء الله هتتعلمي. ومحدش يا جماعة بيعمل الحاجة صح من اول مرة. اهو شايفين محدش بيعمل الحاجة صح من اول مرة، مرة واثنين وثلاثة وحاولي. المهم يكون عندك يا ست الكل اصرار انك تطلعي الحاجة صح، وحاولي مرة واثنين وثلاثة. وتابعينا في برنامجنا برنامج ساعة شهية على قناة الصحة والجمال. اهو انا كده ببدأ قطعت الكنافة. وهتعمل فيها ايه يا جماعة؟ هتعمل فيها ايه يا شيف؟ هعمل ان انا هحط عليها الزبدة بتاعتي كويس جدا. تمام كده واحدة واحدة كده وانا شغال. اخلي ده كده على جنب عشان هحتاجه تاني وانا شغال كده. اكبر بقى يا جماعة في الحتة الاخيرة دي، اكبر القطعة شوية. ليه؟ عشان تبقى صغيرة وكبيرة كده متناسقة مع بعض. ايوه كده تمام. اهو كده ماشيين واحدة واحدة مع بعض يا جماعة. الكنافة بتاعتي خلصت تمام، وقطعتها وجهزتها امام حضراتكم اهوت. تمام اهو بركن بقى كده واوسع وانضف لمكاني. اهو ابدأ بقى انضف كده يا جماعة اهو المكان اللي انا شغال فيه. اهو واحدة واحدة كده مع بعض، واجيب اهو كده واجيب كلابس البسه عشان هستخدم الزبدة مع الكنافة وافركها مع بعض. وخدنا من الفركة ديت اسم الكنافة بتاعتنا المفروكة اهي. يا جماعة الكنافة ليها اسماء كتيرة جدا اهو. واول حاجة هعملها اتأكد ان انا كده ايه فرك الكنافة كده وحديها، قطعها كده ومسيبها من بعضيها اهو. واحدة واحدة كده الزبدة بتاعتنا البلدي الجميلة السايحة اهو. تمام واحدة واحدة كده يا جماعة شايفين انا بعمل ايه اهو. تمام ابدأ كده انا مقلل، عايز اكتر السمنة اكتر شايفين. اهم شيء اتاكد ان هي تدخلت في بعضها كلها اهو، السمنه مع الكنافه عشان دي هتاخد هتتحمر على النار مش هتدخل الفرن. طب ليه يا شيف مش هتدخلها الفرن؟ انا قلت نسهل الموضوع. طب انا لو عايز ادخلها الفرن ارصها وادخلها الفرن، بس هتقعدي تقلبيها عشان انا مش عايزها قطعه واحده اهو. تمام ابدا كده اقطع كده واركن على جنب، اتاكد ان كله اتقلب في الزبده بتاعتي اهو. تقليب كويس كده اهو، ومش هحط السكر دلوقتي، هحطه واحده واحده وانا شغال. ليه؟ عشان اولا هيديني طعم، ثانيا السكر هيديني طعم كرمله في الكنافه هو داخل على النار، وهيسيح ويعمل لي عمليه ربط. انا شغال كده واحده واحده اهو،
واحده كده اهو، اقطع كده وانا شغال. ماشي، دي كنافه عاديه خالص يا جماعه، عملت فيها ايه؟ قطعتها، وبعد كده يا شيف عملت ايه؟ وبعد كده جبت الزبده بتاعتي البلدي البسيطه خالص واشتغلت بيها اهو كده، اتاكدت ان الدنيا حلوه معايا وقلبت. عندي فستق حلبي هحتاجه في الاخر، عندي كوب سكر، عندي عسل نحل اختياري، ممكن ابدل واكل بالمربى. اه ممكن تاكلي بالمربى، انت حره يا ست الكل في بيتك، انت حره يا ست الكل في بيتك. بنجيب الطاسه بتاعتنا اللي احنا مجهزينها وبنحطها على النار متوسطه الحراره اهو، برفع كده النار شويه متوسطه الحراره، سيبها تسخن كده من غير اي حاجه لان فيها هي السمنه بتاعتها الجميله. امسح كده مكاني اهو، تمام يا جماعه. يبقى احنا عملنا النهارده ايه؟ عملنا مكمور بتنجان، وعملنا الشاورما بتاعتنا اللي زي المحلات بالظبط. اجيب معلقه كده واقلب بيها. طب ماشي، نخلي دي نغرف بيها، هتبقى مية مية. تمام ماشي، واجيب معلقه نظيفه كده هيت اللي انا غسلتها بعد ما اشتغلت بيها وجهزتها عشان هي قابله للحراره. اتاكد كده ان الدنيا تمام معايا، باخد شويه كنافه اهو. تمام، دول اللي هعمل بيهم التيست بتاعي. ايه هو التيست ده؟ ان انا اشوف النار عندي وهتحمر ازاي واشوف الدنيا فيها ايه اهو. واحده واحده كده اسيبهم عبل ما يتحمروا، اروح اخلي دي كده عشان هشتغل بيها واغرف بيها اهو، خليها كده هتبقى 100% كده اهو. تمام اهو، واقلب انا بكده، استنى بس النار لسه هتسخن شويه يا جماعه اهو. ممكن ازودها سوا واخليها ناشفه، وممكن نزودهاش سوا واخليها طريه حسب الذوق بتاعي. احنا النهارده هنخليها متوسطه اهو، بدات كده تسخن يا جماعه، انا حاسس بيها وانا شغال، ولكن هروح للفرن كده دقيقه اشوف حكايه الشاورما بتاعتي ايه النهارده وايه اللي اتعمل فيها اهو. تمام اهو، تمام كده ماشيين زي الفل، هي بتستوي على نار هاديه، وان شاء الله يا جماعه الوقت يجيبنا وهتبقى 100 100. ان شاء الله الوقت هيجيبنا اهو. بقلب تاني، برجع للكنافه، وادي المكمور معايا على النار. تمام اهو، بشوفه اهو، شايفين يا جماعه انا عايزه كده كاني هاكل محشي النهارده يا استاذ ولي اهو، شايفين؟ ماشي يا جماعه، دي الكنافه اهو، واحدة واحدة كده واحنا شغالين وماشيين مع بعض اهو، شايفين بدأت الريحة تطلع، واحدة واحدة كده شوية اجي نازل بالباقي اهو، واقلب كده دي بدي اهو. يا سلام كده، يا سلام على الكنافة اهو اهو، باخد كده الكنافة دي واقلب كده مع بعض كده يا جماعة، شايفين بدأت تحمر ازاي اهو. واحدة واحدة بقى كده علينا اهو، كده احنا شغالين ومية مية وتمام. وانا شغال يا جماعة كده، انا بقول لك يا استاذ هيثم ممكن تديني فاصل اغرب فيه المكمور البتنجان بتاعي ونرجع، ولا ما انتش عايز تطلعني فاصل؟ ايه رأيك حبيب قلبي؟ فاصل ونواصل، اوعوا تروحوا بعيد، احنا عندنا دايما الجديد. هنتعلم اكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم، خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. انا موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم، نتعلم اكلة جديدة وطرق التقديم وياكم. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم، خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. ساعة شهية.
وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق التقديم وياكم وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة ساعة شهية جديدة موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق التقديم وياكم وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة معاكم ورجعنا بعد الفاصل يا جماعة وأنا عمال أعمل حركات كده وأقلب في الكنافة بتاعتنا وبقول أنا هكتفي بتحمير الشوية دول ونشوف هنعمل فيهم إيه ونشيل دول بقى عشان وقت البرنامج بتاعنا وبعدين نكمل أهو شايفين أنا بعمل إيه كده قلبت كده وحمرت معايا هي تقولنا اللي عايز ينشفها مفيش مشاكل ينشفها و... مش هوطي يعني ماشي يا أستاذ ولي طب حط الحاجة فين يا أستاذ ولي أوديها فين يعني هات لحد هنا يبقى ياخد مني الحاجه اهو شايفين يا جماعه انا بعمل ازاي اهو بقلب كده وبجيب بقى العسل الجميل بتاعنا اللي هو العسل الابيض اهو شايفين اهو شايفين اهو شايفين اهو شايفين كده دخل على السخونه كده هيعمل لي حاجه جميله اهو شايفين اهو ودقيقه واحده على النار دقيقه واحده اوعوا تروحوا بعيد عنها قلبوها كده على السريع اهو شايفين قلبوها كده على السريع دقيقه واحده ونقول للسكر تعالى حان وقتك يا بطل اهو اهو كده 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 زي ما احنا قلنا هنحط نص ابعد عن النار شويه انت حطيت العسل عشان يطر لك الكنافه وبعد كده حطيت السكر عشان السكر يتجانس مع العسل يا سلام عليك يا شيخ اهو طب انا عايز الغي السكر ممكن تاكليها بالعسل بس يا ست الكل عايز الغي العسل ممكن اكلها بالسكر بس اهو شايفين وبحط بقيت السكر اهو اهو تمام اهو تمام اهو اهو ويا جماعه انا بقول لكم تابعوا كل حلقات برنامج ساعه شهيه على صفحه القناه قناه الصحه والجمال على اليوتيوب كل الحلقات موجودة يا جماعة اللي عاوز يراجع معانا أحلى الوصفات وأحلى الأكلات على صفحة قناة الصحة والجمال وعلى صفحة أسرة برنامج ساعة شهية أهو شايفين؟ طيب هتغرف بقى يا شيف؟ نغرف يا جماعة كده الفستق هنزين بيه يا جماعة باخد كده أهو شايفين أنا هعمل إيه؟ أهو واحدة واحدة كده في طبقنا الجميل ده طبق التقديم وهي دي المفروكة هي دي المفروكة وبعد كده نغرف بقى ايه معانا اهو تمام اهو واحدة واحدة كده يا جماعة وبجيب الفستق الحلبي بتاعي الجميل اهو كده اهو وبجيب الفستق الجميل بتاعي اهو شايفين هيديني طعم عاملين ازاي الفستق الحلبي بيمتاز يا جماعه انه اخضر كده وجميل وادي المفروكه بالفستق يا جماعه طيب اغرف الباقي في طبق تاني عشان الكل ياكل ويتبسط وما نزعلش حد مننا اهو اهو ادي الطبق التاني وبعد كده بعد البرنامج يا جماعه هحمر الباقي عشان ناكل مع بعض احلى اكلات واحلى طعم من ايد الشيف رائد اهو تمام كده تمام ودنيتنا حلوه وزي الفل اهو ظبط كده يا شيف اهو اشيل ده هنا كده اهو وانا شغال واحده واحده كده يا جماعه وهروح اغرف ايه هتغرف ايه يا شيف هنغرف المكمور ونشوف الشاورما بتاعتنا اتعمل فيها ايه اهو خلي بقى الفستق ده يا جماعه للباقي اللي عندي عشان يبقى انا كده ظبطت الدنيا اهو هتغرف ايه دلوقتي يا شيف اغرف المكمور اهو ادي المكمور طبق المكمور وادي قالب كده هعمل فيه تيست وحركه كده بسيطه خليك هنا كده اهو كده اهو شايفين المكمور عامل ازاي اتكمر اهو ماشي يا جماعه
اجيب حاجه كده اغرف بيها. ماشي يا جماعه اهو شايفين، اخد كده اغرف كده يا جماعه اهو. يا استاذ هيثم انت اتلخمت في الاكل يا استاذ هيثم. ايوه انا عارف. بتقول لي اقفل الطبق يا استاذ هيثم. ماشي يا حبيبي اهو شايفين انا هعمل ازاي اهو، واحده واحده كده واحنا مع بعض. وادي مطمور البتنجان بتاعنا بالشمت والفلفل الالوان والطماطم والصلصه. ويا سلام يا سلام يا سلام لو سبت الكل تتفنن في الاكل دي وتحط حبه لحمه مفرومه لو عندها، حبه صدور دجاج لو عندها، حبه لحمه مقطعه مكعبات لو عندها اهو. تمام كده تمام كده يا شيف. بشيل دي كده اهو تمام، واضغط ضغطه خفيفه كده. انا قلت يا جماعه دايما احب انظم واقدم الاكل بطريقه جميله وبسيطه وسهله اهو. ده هيبقى قالب؟ لا مش هيبقى قالب، بس انا قلت عشان حرف، عشان حرف الطبق يبقى معايا نظيف اهو. عندي الشبت اللي هزين بيه الشبت الاخضر، انا باخد ده كده تمام وبحط عليه الطبق كده وبقلب كده. هتنزل يعني هتنزل، شايفين بقى الصوص اللي هينزل من البتنجان اهو، هتنزل يعني هتنزل. شايفين يا جماعه التست؟ ايوه. وبالفعل نزلت اهو، شايفين يا جماعه اهو، يا جمال يا جمال اهو. ده الشبت بتاعي احطه كده اهو تمام، وهبدا بقى كده الشبت ده كده على جنب تمام اهو. ونروح نشوف الشاورما بتاعتنا اخبارها ايه اهو كده، ونروح نشوف الشاورما بتاعتنا اخبارها ايه يا جماعه في الفرن. ومعانا وقت قد ايه يا استاذ هيثم؟ وقتنا خلص. طيب ماشي نشوف الشاورما، نطلع الشاورما على كده يا جماعه، بس هي هتاخد وقت اكبر من كده، بس انا هشوفها قدام حضراتكم دلوقتي. ماشي انا كده طلعت يا جماعه الشاورما بتاعتي اهيت تمام، اخدها كده قدام حضراتكم، اوسع لنفسي كده ونشوف هتعمل ايه يا ست الكل. هي لسه ناقصه سوا، ولكن انا هطلع واوريك انا عملت ايه عشان وقت البرنامج. نجيب حاجه واسعه كده يا استاذنا اهو، حاجه واسعه هطلعها كده فيها من الميه بتاعتها اهو كده يا جماعه، لازم تبرد أهو. دي الشاورما بتاعتنا اهو تمام، ابعد ده كده الميه معانا تمام اهو. ماشي خليها هنا كده وابدا احل كده واحده واحده واشوف دنيتها. لسه بدري عليها يا استاذ هيثم اهو اهو. سخنة يا جماعة معلش، احنا ماشيين مع بعض واحدة واحدة قدام حضراتكم. انا قلت اصريت ان انا افتحها امام حضراتكم. نجيب سكينة طيب ونقطعها ونشوف دنيتها ايه اهو تمام. افتحها كده اهو واحدة واحدة كده مع بعض، هتتحلي يا أستاذ هيثم يعني هتتحلي أهو. بس عشان سخنة يا جماعة، أنا بتعامل معاها وهي سخنة. شايفين المية دي يا جماعة كانت هتجف كلها، أخدها كده أهو خليها كده أمام حضراتكم، وأجيب شوكة ماشي عشان أعرف أطلعها. شايفين كده، وأجيب البلانشه بتاعتي عشان اقطعها اهو كده، واحنا شغالين مع بعض اهو. ادي الشاورما بتاعتي، اقرب دي كده عشان اعرف امسك الشاورما بتاعتي مش كده اهو، ونقطع كده شاورمتنا
مع بعض ونشوف هتتقدم ازاي. اهو ولا ابسط ولا اروع ولا اسهل من كده. اهو اهو والحمد لله يا جماعة هي كده تقريبا 3 ارباع سوا، ولكن احنا هنشتغل عشان وقت البرنامج، وانت يا ست الكل سوي براحتك سوي براحتك، احنا بنقولك سوي براحتك. اهو كده ابدأ ماشي اجيب شوكة وامسك بيها اهو وبقطع كده. شوف نفس شاورمة المحلات بالظبط، اهو اهو نفس الطعم ونفس الرائحة ونفس التكنيك بتاعهم العالي. اهو تعالي كده اوعي تروحي بعيد اهو عشان الاستاذ هيثم ياكلك. اهو اهو ايوه الاستاذ هيثم حبيبنا كل حاجه هتاكلها استاذ حته الحسين وحته الهنا. ايوه هنا يا عم، ماشي يا ابو هنا. اهو اهو شايفين كده انا قطعت الشاورما بتاعتي تمام، وعملنا شاورما بطريقه بسيطه وسهله. مفترض يا جماعه ان انا بستنى عليها لما تبرد عشان اعرف امسكها بايديا واقطع كده وتبقى الدنيا حلوه وزي الفل، ولكن احنا اتفقنا ان بعد الاكل ما يستوي وخلاص هقدمه يبقى ملمسوش بايديا خالص. اهو اجيب بقى طبق التقديم الجميل بتاعي اهو كده اهو كده، واجيب معلقه تمام واغرف ابدا اغرف الشاورما بتاعتي بيها اهو واحده واحده كده مع بعض. بنحط كده شويه كده وشويه في الجنب ده كده وشويه هنا تمام كده تمام. وممكن بقى يا جماعه ازين باي حاجه انا عايزها اهو كده تمام. خيارة اقطعها وازين بيها، ولكن انا هكتفي بشكلها الجميل ده الرائع عشان فعلا نحس ان الحاجه طبيعيه اهو تمام كده اهو. ونقول يا جماعه كده انتهينا من حلقه برنامج ساعه شهيه النهارده. وقدمت ايه يا شيف؟ قدمنا المفروكه، وقدمنا المكمور البتنجان، وقدمنا الشاورما اللي زي المحلات، وكده وقتنا انتهى. وبنقول الى اللقاء متجدد يوميا قبل هذا الموعد بساعه، وانتظروني بعد الغد، وغدا معكم الشيف حماده الشرقاوي. الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة لمواعيد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق التقديم وياكم وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة ساعة شهية.